بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا مرحبا بكم في درس دوران الجسم صلب غير قابل للتشويه حول محور ثابت. أولا كيف فوقاش كنقولوا أن واحد الجسم صلب غير قابل للتشويه قابل أو لا في حركة دوران حول محور ثابت؟ إذا كان عندي واحد المحور دلتا وهكا هذا المحور هكا وواحد الجسم اس، إذا كان عندي كل نقطة من جسم اس، أي نقطة خديتها في الجسم اس إلا وكتحدد لي دائرة، المسار ديالها المسار ديالها في الحركه نتاعها هي عباره عن دائره، هذا ماشي دائره نيشان، ولكن هو خص يكون دائره. انا رسمت زر زر هيك، خص يكون دائره المسار نتاع هذه النقطه، خص يكون دائره كل نقطه من جسم اس الى درت المسار نتاعها غيكون دائره. اذا كان هذا الشرط هذا نقول ان جسم اس في حركه دوران في حركه دوران حول محور ثابت دلتا. عندنا واحد الحاله خاصه، اذا كان عندي مثلا الا خديت واحد المحور هكا واحد السيلو ودرت فوق واحد السيلو وبقيت كندور داك السيلو، اكسيد حتى هو بحركة دوران حول المحور دلتا، ولكن إلى بغينا نطبقوا عليها الخاصية اللي قلنا دابا، كل نقط نتاع السي دي نتاع الجسم هذا في حركة دوران إلا المركز نتاع السي دي فهو ثابت، يعني المركز كيكون ديك النقطة هي المركز كتكون ثابتة. إذا رغم ذلك نقول أن هذا الجسم في حركة دوران حول المحور دلتا، يعني إما دلتا يخرق الجسم الذي هو في حركة دوران أو لا الجسم بعيد عن المركز ويدور في حركة دوران. المهم الشرط هو خص يكون كل نقطة من جسم اس تكون مسار دائري حول المحور دلتا، في هذه الحالة نقول أن الجسم في حركة دوران حول محور ثابت. مزيان، نعتبر مثلا واحد محور دلتا، تخيلوا دلتا راه واقف واحد المستقيم واقف هكا، ونعتبر واحد النقطة ان في حركة دوران حول محور دلتا. كما قلت لكم هذه يعتبرها دائرة، أنا درتها بحال خبزة، المهم دلتا ثم تعتبرها دائرة، ياك باش تفهموا صحيح. ألوغ شنو هما العناصر اللي نقدر نحدد بهم الموضع تاع أم؟ شوف معايا مزيان، نعتبر مثلا هذا هو الأصل إي مثلا، عندنا جوج نقطات خصكم تعرفو، جوج حوايج خصكم تعرفو، هذه تسميوها تيتا، وطول هذا القوس كيتسمى إس. صحيح، طول القوس كيتسمى اس، هاد الطيطا كتسمى الافصول الزاوي، وهاد اس كيتسمى الافصول المنحني. صحيح، دونك اس هو الافصول، وهاد الطيطا كتسمى الافصول بالراديان تاعها، واس كتكون بالمتر. علاش؟ والعلاقه بين الطيطا واس هي ان اس كتساوي ار في الطيطا، ار صغيره في الطيطا. شكون هي ار؟ هي طول هاد هي الشعاع تاع هاد الدائرة. صحيح، دونك العلاقة بين اس والتيتا هي ان اس كتساوي ار في تيتا، عقل عليها الله يرضي عليكم. مزيان، هذا الافصول المنحني، هذا الافصول الزاوي، وهذا الشعاع تاع الدائرة اللي هي مسار الدوران. الوغ السرعة الزاوية، واش ما هي السرعة الزاوية؟ دونك فهمنا هادشي مزيان. السرعة الزاوية مثلا في واحد اللحظة تي واحد كانت ام هنا في موضع ام واحد، كان النقطة في موضع ام واحد، في واحد اللحظة زوج تي زوج النقطة كانت هنا في موضع ام زوج. مزيان، الور هذا الجسم تحرك من هنا لهنا بين لحظة تي واحد وتي زوج، إلا بغينا السرعة الزاوية نتاعو كتكون هنا واحد الزاوية، هنا كان عندنا تيتا ومن هنا كاملة، شوف هذه تيتا واحد مثلا وهذه تيتا زوج. الوغ ام واحد افصول الزاوية نتاعها عفوا هو تيتا واحد، افصول الزاوية نتاع ام زوج هو تيتا زوج، ام واحد افصول تاعها تيتا واحد، ام زوج افصول تاعها تيتا زوج. الا بغينا السرعة الزاوية نتاع الجسم اس هي اوميغا كتساوي دلتا تيتا على دلتا تي، هذه هي القاعدة العامة، كتساوي دلتا تيتا يعني تيتا زوج ناقص تيتا واحد على المدة تي زوج ناقص تي واحد. مزيان، تيتا زوج ناقص تيتا واحد هي هادي، هادي تقدر تسميها ألفا مثلا، هي هادي الفرق بيناتهم، مي ألفا على تي زوج ناقص تي واحد، وعوض بالأرقام وحسب، تيتا خاصها تكون بالراديان، وتي خاصها تكون بالثانية، والوحدة غتكون راديان بار سكون، دونك هادي كتسمى لا فيتاس أونجيل، يعني السرعة الزاوية. مزيان، الله يرضي عليك، عقل على السرعة الزاوية. مزيان، كذلك نقدر نلقى العلاقة بين السرعة الزاوية والسرعة الخطية. السرعة الخطية هي بغيت نعرف مثلا
في واش كتساوي؟ حنا واش عندنا؟ عندنا العلاقة أن اس كتساوي ار تلتا. إلا قسمنا على دلتا تي ولا على تي، المهم نديرو على دلتا تي، سواء نقسمو حنا حتى على دلتا تي. ألو هنايا اس على دلتا تي هي السرعة الخطيه، ار تبقى ار، تلتا على دلتا تي هي السرعة الزاوية. عقلوا على هاد لكم في تساوي ار اوميغا. راني درت فيديو خاص غير بهاد الشيء هذا وهاد الشيء، راه كاين في المستوى، دخلوا المستوى الاولى في اكاديمية العلوم وغتلقاو هادوك لي فيديو، العلاقة بين الافصول المنحني والافصول الزاوي، ثم العلاقة بين السرعة الزاوية والسرعة الخطية، دونك عقلوا عليها وغتلقاوها. صحيح، عقلوا على هادي الله يرضي عليكم، راه غادي تحتاجوها. عقلوا على هادي كذلك غتحتاجوها، عقلوا على هادي التالية غتحتاجوها. مزيان، ألور نستمر. إذا كان عندي واحد الحركة ديال واحد الجسم اس، حركة منتظمة، غادي نمسح باش نعرفو مزيان الأمور. شوف معايا مزيان، إذا كان عندي واحد الحركة دائرية منتظمة، حركة دائرية حول محور دلتا، حركة دائرية منتظمة، ركز ليا على منتظمة. كنقدر نعبر على الحركة نتاع هاد النقطة هادي بواحد المعادلة كتسمى المعادلة الزمنية. كيفاش كنعبرو على المعادلة الزمنية؟ هي دلتا تي كتساوي أوميغا تي، سرعة ثابتة، أوميغا ثابت، حركة دائرية منتظمة، دونك أوميغا غتكون ثابت، زائد تيتا زائد أوميغا هي سرعة الزاوية ثابتة، تي فاريام كتبقى تي، تيتا زيرو هي التيتا ملي كيكون تي كتساوي زيرو، يعني أصل التواريخ. نعطيكم واحد المثال بسيط، واحد التمرين خفيف، ومن بعد نديرو تصحيح تمارين، دابا نعطيكم تمارين خفيف باش تفهموا هاد الشيء مزيان. وكذلك قبل ما ندوزو للتمرين، كذلك هاد المعادلة الزمنية نتاع الحركة الدائرية كنقدر نعبر عليها بهكا، اس دو تي كتساوي بلاص أوميغا تكون في، لحقاش تكون سرعة خطية في في تي، العلاقة بين في كتساوي في كتساوي أوميغا اللي هضرنا عليها، زائد اس زيرو، و اس زيرو هي اس ملي كتكون تي تساوي زيرو. متفقين؟ ألوغ غنمسح هاد الشي هذا و غنعطيكم واحد التمرين خفيف غير باش تفهمو بيه و صعيب. ألوغ غنمسحو هاد الشي و ندير واحد التمرين، أولا تطبيق فقط ما نسميوش تمرين. غناخدو واحد الجسم حركة دائرية حول محور دلتا، ممكن نعتبر مثلا إلا سجلنا المواضع نتاعو، مثلا في اللحظة تي زيرو كان في الموضع أم زيرو، ولا خلي هادشي منديروش من بعد، ثم كان في موضع أم واحد، نعتبرو هاد المسافة تساوي هاد المسافة. يعني حركة منتظمة، نعتبرو حركة منتظمة، هادي ام زوج، هادي سمحوا لي غادي نصغر شي شوية باش يكون العبارة مزيان، هادي ام ثلاثة، المهم اعتبرو نتوما راه نفس القياس، أنا ما قصتش بنفس الدائرة. المهم هادشي غندوز، ثم نسكتو، نعتبرو هاد الزوايا متقايسين، صحيح؟ دونك هذا هو المهم، 30 درجة في الوحدة، صحيح؟ دونك أنا أم 4، أم 5، أم 6، غادي يقولك نعتبر أصل، أولا أم 2 أصل للتواريخ. هذا في المعطيات، ويقول مثلا هو شعاع مسار دائري هو ار تساوي مثلا نعتبرو 20 سنتيمتر، وتم تسجيل الموضع خلال كل المواضع خلال الطول كتساوي مثلا 10 ولا 5 ملي سكوند. فهمتوا شنو تخرج؟
ولا ما فهمتوش؟ غادي نجيب واحد الجسم ونحركه ياك خلال كل 20 عفوا 5 ملي سكوند نحدد الموضع تاعو. المرحله الاولى كان هنا، المرحله الزوجه كان هنا، المرحله الثالثه كان هنا، المرحله الرابعه كان هنا. يعني من اللي هنا شحال المده اللي دار؟ 5 ملي سكوند. من اللي هنا 5 ملي سكوند، من هنا 5 الى غير ذلك. سي الله مزيان. السؤال الاول بين ان الجسم اس في حركه منتظمه. مزيان. بكل بساطه دونك لدينا او لا، بما ان الجسم اس يقطع نفس المسافه اس، هي نفس القوس كما كتلاحظوا، خلال نفس المدة طو، فإن الجسم، وبما أن المسار دائري، وبما أن المسار دائري، المهم السؤال هنا غيكون بين أن حركة دائرية منتظمة، بما أن المسار دائري فإن حركة اس هي حركة دائرية منتظمة. غير فهمت التمرين ما تلقى حتى شي مشكل، صايبين ان الحركة دائرية منتظمة. السؤال الثاني هو احسب السرعة الزاوية للجسم اس. السرعة الزاوية للجسم اس الور اوميغا تساوي السرعة الزاوية بكل بساطة هي دلتا تيتا على دلتا تي تساوي، بما أن السرعة ثابتة يكفي أنني نحسب السرعة المتوسطة ولا السرعة اللحظية اللي بغيت. ألوغ نحسب السرعة اللحظية هنا في إم طبعا هي أوميغا كتساوي إم المسافة، يعني من إم 4 حتى إم 2 أو لا تيتا 4 ناقص تيتا 2 على 1 2 2 ديال التسجيلات طو طو 2 طو تساوي. مزيان. أو تيتا 4 ناقص تيتا 2 تيتا 4 تيتا 4 دونك هنا عندنا بي على 6 بي على 6 بي على 6 يعني 4 بي على 6 ناقص 30 درجة قلت لكم أنا هذيك ناقص تيتا 2 عندها بي على 6 2 بي على 6 على 2 طو يعني 10 ملي سكوند تساوي. دونك غادي تولي لنا هذه 4 ناقص 2 هي 2 بي على 6 يعني بي على 3 على 10 ملي سكوند. دونك نحسبوها بالآلة الحاسبة غنلقاو شوف الآلة الحاسبة دونك نديرو راديان أنا زيد الغرض ملي سكوند نحولوها للثانية وغادي نحسبو بالآلة الحاسبة بي على 3 على دونك راديان نردوها الثانية هي 0.01 ثانية. الوحدة غتكون النتيجة غتكون دونك تلاتة حسبو لنا بي على تلاتة تلاتة ناصية 14 على تلاتة 1.047 مضربة في المية 1.047 دونك إلى تعطينا 104 في سنة 7 دونك 104 نعتبروها 104 راديان بار سكوند. مزيان هادي حولها الثانية وهادي حولها الراديان تقل. دونك دابا عرفنا السرعة الزاوية اوميغا هي هادي. مزيان. السؤال الثالث حدد المعادلة الزمنية للحركة. الوغ المعادلة الزمنية للحركة بصفة عامة كتكتب لنا نكتبو هنا المعادلة الزمنية بصفة عامة تكتب على شكل تيتا دو تي تساوي اوميغا تي زائد تيتا زيرو. مزيان. الوغ اوميغا معروفة حسبناها وتيتا زيرو نحسبوها. تيتا زيرو هي التيتا من كيكون تي كيساوي زيرو. شكون هو اصل التواريخ؟ شكون ام زوج هنا اصل التواريخ. يعني تيتا زيرو هي هادي هي هادي يعني هي بي على ثلاثة. فهمتوا ولا لا؟ فهمتوا واش هذا اصل التواريخ؟ هذه هي تيتا زيرو هي بي على ثلاثة. يعني من كيكون تي كتساوي زيرو يعني هنا تي كتساوي زيرو في هاد اللحظة. يعني هادي تيتا زيرو هي تيتا ملي كتكون تي كتساوي زيرو. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الأفاصيل.
ونعتبر ام زيرو اي هو ام زيرو اصل للافاصيل. يعني من هنا كنبداو نحسبوا الافاصيل ومن هنا كنبداو نحسبوا التواريخ. الوغ شنو هي تيتا؟ هي بي على 3 راديان صحيح. اذا شنو غتولي لنا معادله زميه تيتا دو تي؟ هي اوميغا راه حسبناها 104 تي زائد تيتا زيرو هي بي على 3 الوحده غتكون الراديان اللي هو كامل هادشي صحيح. دونك هادي هي الوحده. الا قال لك السرعه الزمنيه المعادله الزمنيه عفوا يعني بهذه الطريقه هذه زد تي تساوي في تي زائد اس زر كي غادي دير بكل بساطه غادي تنقل من هنا لهنا. يعني شنو غادير؟ عندنا اس شنو كتساوي ار تيتا. يعني نضرب هادشي كله في ار يعني ار تيتا هي اس دو تي تساوي الشعاع ار شنو هو ار؟ 20 سنتيم في 104 تي يعني 0.2 سنتيم في 104 تي زائد بي على 3 في نفس الشيء في ار يعني 0.2 على 3 الوحده غتكون متر ياك تساوي يعني غتولي لنا اس دو تي الى بغينا هذه الطريقه كما غير التطبيق باش نفهمو صحيح. دونك هنا تولينا دونك 52 0.2 وي لا 0.2 في 104 دونك هنا تعطينا 0.2 في 104 دونك 20.8 تي زائد 0.2 في بي على 3 بي على 3 في 0.2 دونك شحال وهي 3.14 زوج 6.28 هما نحسبوها لنا شوف شحال بسرعة 6.28 ولا 3 ضرب 2 ضرب 0 المهم الوحدة هي المتر. عاودوا لي حساب الرقم راه قلت لنا بسرعة. الو الله يرضي عليكم عقلوا على هذه الحوايج عقلوا على شنو هي السرعه الزاويه وشنو هي السرعه الخطيه وشنو هو الافصول المنحني وشنو هو الافصول الزاوي كيفاش كتحدد المعادله الزمنيه وشنو كتعني اصل الافاصيل واش كتعني اصل التواريخ الى غير ذلك. اذا الى هنا نكون قد انهينا الدرس ونلتقي ان شاء الله في تصحيح التمارين حول هذا الدرس. الله يوفقك.